خطيبها كي انا خطيبي نجمو نحكو مع الزوز. هي تهز التليفون وتكلمها وتحكي معاه واش مصار واش مصارش. تعاد على الخدمه شويه ديما نتقابلوا في النهار. صافي ما تقابلناش، راكوني متاكده نتاع نهار ونهارين وثلاثه باش نصبوا لها. عسلامه. عسلامه. صح ويلكم. الحمد لله. منين جيتوا اليوم؟ من جيبس. من جيبس مكتوب ربي جابكم لهنا، علاش تعملوني؟ عندنا قضيات لهنا باش نقضوا ونروحوا ان شاء الله. في نهاركم ولا باش تبيتوا؟ لا عندنا تويكا 3 شهور. حبيبات صحاب اخوات بالضبط فسروا لي كل شيء، جارات وحبيبات واخوات وكل شيء اكثر من بيوه. قديش عند 10 سنين. قديش امو؟ 10 سنين. 10 سنين. بيه تقابلتوا صدفه ولا كيفاش بالضبط؟ مو جارات من قبل، بدات قرايتنا، بدات حكايتنا بالقرايه اي، ومن بعد كملنا صحاب. بعد خاطر صحاب. بيه عرستوا ليه؟ مخطوبين شو بالضبط؟ يعني مخطوبه. مخطوبه. خطيبك ما يغارش منها؟ لا لا يعرفها اللي هي صاحبتك. لا لا يعرفها ديجا هو اللي هي كي اختي. قولي الاصحاب في كلمه شنو نقولوا عليهم؟ فما البي وفما الخايب، مش كلمه صاحب سهله. مش على كل انسان تنجم تقولي صاحب راه. مش على كل انسان تنجم تقولي صاحب. شنو المميزات اللي فيها الطفله هذيا اللي تخليك تقول الطفله هذيا هي صاحبتي بالفم والملي؟ صاحبتي خاطر رنا الكاميرا. كل شيء. كل شيء فيها سمح معايا، كل شيء سمح. ما نجمش نقول لك حاجه اكزاكت شنيه بالضبط، اما كل شيء كل شيء في الباهي، في الخايب قبل الباهي. اهم حاجه هي في الخايب قبل الباهي. شنو اكثر حاجه مست قلبك عملتها لك صاحبتك من نهارتها؟ سي قلت هيك راي عشيرتي وهيك راي امينه اسراري وهذيك اللي ارتاح لها قلبي، خاطر مش بالساهل راه. نسيت جيست اللي عملتها معاك. نسيت خاطر لنا برشا، نسيت دجاس برشا صاروا معانا كل شيء، ما نسيت على غالب. مصيبه صارت معاها شنو ما تنسيش. ما نجمش نحكيها بحق. احكي لي انت عندك الجرأة. صائب. مثلا. على مصيبه دونك. كيما شنو اش عملتوا؟ هو كي نعملوا عملنا تجي هكا. اش عملتوا مثلا؟ عملنا. مثلا. عملنا. ليش العار؟ لا ما عملناش حاجه قراب. تحجم با احنا ديما مع بعضنا ديما معناها هيك ديما 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 معناها حتى كان ريتي ريتي صحاب تجب بعاد على الخدمه شويه ديما نتقابلوا في النهار. صافي ما تقابلناش، راكوني متاكده نتاع نهار ونهارين وثلاثه باش نصبوا لها. ميسي نورمال كيف كيف راهي. ولا عادي خطيبها كي انا خطيبي نجمو نحكوا مع الزوز. خطيبه ذي هذي قالك فما مراه قالت نعمل اللي تشارك الازواج، يعني انت موافقه؟ قالت لي خطيبي هو خطيبه. عادي معناها نجاوبوا بعضنا عادي وثقتي فيها عمي وزاده اني ثقتي فيهم عمي. ما تغارش عليها من خطيبها؟ من خطيبك نورمال يعني تقعد تحكي معاه عادي شو مشكل؟ ولا هو مثل تتعارك انت وياه يجي شي يحكي؟ هي بينات ناسي. هي تهز التليفون وتكلمها وتحكي معاه واش صار واش ما صارش كل شيء. انا زاده كي يبدو هما متفاتنين نلقى الموعد ونبدا نحدد في الدات باش نقابلهم ببعضهم ونرجع له. وانت مع خطيبك مثال والا هكا نهار اخر؟ عادي عادي عادي. انا من فما نوعيه متاع اشخاص غير منها وفما اشخاص ليرا، مش اي صاحبه تقولي صاحبتي. هيا الكلمه علاش مش اي صاحبه نقول عليها صاحبتي؟ نعطي فيها ثقتي، نعطي فيها كل شيء، معروفه راهي. ساعات صاحبتك من نظره، صاحبتك من جيس، تغير منك على اتفه حاجه. امشي احكي لها قول لها خطيبي جاب لي ولا حكيتها تلقاها كيفاش تتبدلوا الوان الوان وليه وما تعمليش وترى شنو ترى شنو. ولا هيك الكلمه الشهيره احقريها حسبيك الكلب تو يرجع لك رد بك تعملي تقولي لك ولا لي؟ تقول عليك تحبها تحبها خطيبي. بالنسبه لخطيبي تعزها كي خا معناها ما نجمش تقول عليك كلام. اصلا هي كي تتعارك هي وياه اني اللي نرجعهم مثلا ديما نحط اللوم عليه هي وكي نمشي لهو نحط اللوم عليه هو، فهمتي؟ مش هذاك باش نخليها. اخت بيناتكم اخت صاحبتك بجنبك عشيرة عمرك شنو تحب تقول لها؟ حبك برشا ربي يخليك لي. وانت شنو تحب تقول لها؟ ربي يداوم عشيرتك.